خذ راحتك يا شجاع. وهنا بداية طلوع الجبل، بداية كثافة الثلوج، وكل ما طلعنا فوق يكون الطريق صعب بالنسبة للسيارات السريعة، والسيارة الدفع الرباعي هي اللي لها أولوية ولها ما تقول حرية تطلع فوق. لما نشوف سيارتنا احنا الصغيرة في هذه المسألة نطلع فوق، لأن في الأرض جليد وهذا قابل للانزلاق السيارات الصغيرة. جينا نتفرج، بس أول مرة أشوف يعني الضباب، يعني لي 24 سنة في تبوك أول مرة أشوف الضباب، يعني لو تشوف ما تقدر تشوف على بعد يعني